علامة التثبيت. أولا، العلماء يرون أن العلة في النهي المذكور عن كتابة السنة في هذا التوقيت هو الخشية من اختلاط القرآن الكريم بالحديث، ولكن أيضا للعلماء في هذا كلام، قالوا ربما يكون هذا الأمر بعيدا بعض الشيء، وذلك لاختلاف أسلوب القرآن الكريم المعجز عن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، مع كون أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الإعجاز والبلاغة والبيان، إلا أنه يبقى أسلوبا بشريا. ومن هنا وجدت ألوف الأحاديث التي وضعت موضوعا ونسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن لا يوجد هناك قرآن موضوع. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة الحديث الذي يسمعه منه. مع وجود هذا النهي العام، قد دون هذه الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيفة التي سماها بعد ذلك بالصحيفة الصادقة، ودون فيها نحو 1000 حديث ذكر الإمام أحمد أكثرها في مسنده المشهور. إذن هناك فرق بين الحفظ والتدوين، وهذه نقطة مهمة جدا، كلامنا في التدوين وأقوال العلماء فيه. أما الحفظ فكان موجودا، وذكرنا أسباب سهولة حفظ الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا طول الملازمة، ولأن مسلمة جلس وسط هؤلاء أكثر من ربع قرن، والكلام يتكرر في كل مناسبة، يسألون النبي فيعيد فيكتبون. والأمر الثاني سهولة الكلام ووضوح أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام الذي سهل عليهم حفظ السنة. الأمر الثاني، بعض العلماء يقولون في هذا التوجيه، هناك نهي عام وهناك استثناء وإذن خاص، أما النهي فكان بحق من كان موثوقا بحفظه مخافة أن يتكل على الكتابة، وأما الإذن فهو في حق من لا يوثق بحفظه، الذي كانت ذاكرته قوية ويستطيع حفظ السنة فهذا النهي كان له، بلك والذي كانت ذاكرته سيئة أو سيئة الحفظ فيكتب، ولا إشكال في هذا. ذهب فريق من العلماء إلى أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية من النبي، فربما كتبوا التأويل مع الآية، فنهوا عن ذلك خشية الاشتباه، أن يختلط القرآن بالتفسير أو التأويل الذي يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء في مسألة التدوين أيضا يوجه أن يكون النهي الذي جاء في حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني إنما كان في مكة في بداية عهد النبوة، ثم أذن النبي في ذلك وحث عليه عندما اتسع نطاق الكتابة وكثر عدد الكتاب. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء أيضا عند الإمام أحمد الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب في الناس، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك وكذلك إلى أمراء جزيرة العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان يبعث مع بعض أمراء السرايا كتبا ويأمرهم ألا يقرؤونها إلا بعد أن يتجاوزوا موضعا معينا، وهكذا. وكذلك الأدلة قلنا كثيرة، من الأدلة على إذن النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره لكتابة السنة حديث عبد الله بن عمرو الذي جاء عند في سنن أبي داود في كتاب العلم، قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، تحفظ كل شيء وتكتب كل شيء؟ قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. الله أكبر. كذلك الإمام البخاري روى حديثا بهذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب العلم، تحت باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، قال أبو هريرة
ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، أو يكتب ولا أكتب. وحديث أنس: قيدوا العلم بالكتاب. وحديث ابن عباس في البخاري في كتاب العلم أيضا، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به الوجع، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده. والأدلة كثيرة جدا، والعلماء يقولون أن حديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم سواء من المتقدمين أو حتى من المعاصرين، ورجحه الكثيرون وقالوا أن أحاديث الإذن بالكتابة نسخت ما كان قبلها من النهي. وهذا كله أيضا لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة بالكتابة، كعبد الله بن عمرو الذي كتب في وجود هذا النهي، لأن القاعدة الأصولية تقول أن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. إذن نخلص في النهاية حتى لا تطول الحلقة أكثر من ذلك، في الحديث عن مسألة النهي عن الكتاب الذي تحدثنا عنه، أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان نهى عن كتابة السنة في وقت معين، إلا أنه أمر بحفظها ووعيها وتبليغها. وهذا من أوضح الدلالات على أن نهيه عن كتابة السنة كان في وقت معين ولم يكن نهيا على التأبيد كما يقول هؤلاء. كل ما هنالك أن وسيلة الحفظ والتبليغ في العهد النبوي تعددت وتنوعت بين القرآن والحديث، لهذا فما ينطبق على القرآن الكريم ينطبق على السنة النبوية من حيث الخلود والبقاء إلى يوم القيامة.